السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة، وبطل من أبطالها، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقتبس من سيرة العطرة الدروس والعبر. هذا الصحابي الجليل كان من السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة، وله قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه عليه الصلاة والسلام: أشبهت خلقي وخلقي. قال الذهبي رحمه الله: فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي عندما رجع من هجرته إلى الحبشة، وحزن كثيراً والله عند استشهاده. إنه الشهيد البطل جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عبد الله، ويكنى بأبي المساكين، وهو شقيق علي بن أبي طالب وأسن منه بعشر سنين. روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما احتذى النعال، أي ما لبس النعال، ولا ركب المطايا، أي الإبل، ولا ركب الكور، وهو الرحل الذي يوضع على الناقة، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، يعني في الجود والكرم والبذل. أيها الإخوة الأفاضل، كانت لهذا الصحابي الجليل مواقف عظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. فمن تلك المواقف أنه بعد عودته من الحبشة التي مكث فيها 10 سنين بعيداً عن أهله ووطنه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بعودته، وكذلك فرح بفتح خيبر. ولكن الأعمال كثيرة والأعمار قصيرة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع جيش المسلمين إلى معركة مؤتة الشهيرة لقتال الروم في معركة مؤتة الشهيرة. قال عليه الصلاة والسلام: الراية عن الراية لزيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فزيد بن رواحة. في بداية المعركة، ونظرا لعدم التكافؤ بين جيش المسلمين وجيش الروم، جيش المسلمين لا يتجاوز عددهم 3000 مقاتل، وعدد جيش الروم كما ذكر بعض المؤرخين يزيد على 200,000 مقاتل. ولكن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بذل المسلمون في تلك المعركة تضحيات عظيمة وبطولات فائقة. قتل في بداية المعركة زيد بن حارثة، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وكان فارسا من فرسان العرب المشهورين. قال ابن إسحاق: وعقر جواده استعدادا للموت، وهو أول من عقر جواده في الإسلام، وكان يمسك الراية بيده اليمنى، فتكاثر عليه الروم فقطعوا يده اليمنى، فأمسك الراية بيده اليسرى فقطعوا يده اليسرى، فضم الراية إلى صدره فتكاثروا عليه فقتلوه. قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه
أنه قال سألنا عن ذلك عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، قال أرواحهم أي الشهداء في جوف طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. فبينما هو كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى القادة الثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بتفاصيل المعركة وهو في المدينة والمعركة في الشام، وكانت هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان بالدموع، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. روى البخاري في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ممن شهد معركة مؤتة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب في القتلى فإذا هو قد ضرب 99 ضربة كلها في مقدمة جسده، وفي رواية أخرى للبخاري ليس منها شيء في دبره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. روى الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مر بي جعفر بن أبي طالب في ملأ من الملائكة مخضب الجناحين أبيض الفؤاد، وفي رواية رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان. وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه أن عوضه الله جل وعلا عن يديه المقطوعتين بأن أصبح يطير في الجنة مع الملائكة. ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري أن ابن عمر كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر ابن جعفر بن أبي طالب يقول السلام عليك يا ابن الجناحين. قال البخاري الجناحين كل ناحيتين. ومن مناقب العظيم رضي الله عنه ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه أشبهت خلقي وخلقي. وبعد عودة الجيش إلى المدينة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر بن أبي طالب فوجد زوجته أسماء بنت عميس مع أولادها، وكانت علامات الحزن تظهر عليه عليه الصلاة والسلام. قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها يا نبي الله هل بلغك عن جعفر شيء؟ قال نعم، قتل جعفر. فأصبحت تبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي. قال عبد الله بن جعفر فجيء بنا كأن أفرخ، أي أنهم صغار. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد ابن جعفر فقال هذا شبيه عمنا أبي طالب. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد عبد الله بن جعفر وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالت فجاءت أمنا وجعلت تفرح للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنه توفي أو استشهد وليس له عشيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتخافين عليهم العيلة؟ أي الفقر، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم.
وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وكان خير الناس للمساكين. كنت آتي إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحدهم فأسأله عن الآية وعندي علم بها، ولكن لينقلب بي فيطعمني. وكان خير الناس للمساكين جعفر، كان يذهب بنا إلى بيته فيطعمنا، حتى أنه يأتي بالعكة وهي وعاء من جلد يوضع فيها السمن والعسل، فنلعقها فنشقها وليس فيها شيء، فنشقها ونلعق ما فيها. وكان استشهاد رضي الله عنه سنة 8 من الهجرة وهو في ريعان شبابه. ذكر بعض المؤرخين أنه استشهد رضي الله عنه وعمره آنذاك 34 سنة. رضي الله عن جعفر وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.